يقول: نرجو النصح للشباب ذكورا وإناثا على الزواج وما فيهم فضل وعفة. لا شك خاصة في هذا الزمان كثر فيه الفساد وكثر فيه الاختلاط وكثر فيه التبرج وكثر فيه يعني تسهيل هذه الأمور، الله المستعان. لذلك نصيحة من القلب لأبنائي وبناتي أن يبادروا إلى الزواج، وإلى أولياء الأمور لا تؤخروا موضوع ذلك. ما طالما أن الولد طلب الزواج زوجة، والبنت طالما أنها يعني تقدم لها من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا تتأخروا في تزويجه أبنائكم وبناتكم. صلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ الجميع.